بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني متابعي قناة بروجكت دي زاد. أهلا وسهلا بكم حرفيي قناة دي زاد. أرجو أن ينال هذا الدرس إعجابكم. درس اليوم وكالعادة كما وعدتكم سنعمل طاولة بالحصى وبمادة الإيبوكسي. نأتي بالإيبوكسي الأول بي. أولا كما هو موضح في الصورة، هذا الأ ريزين هو الإيبوكسي، والبي هو المصلب كما نقوله ديسيسور. يوجد ريتل واحد، العبوة صغيرة، وتوجد عبوة خمسة لتر حسب الاحتياج. سنبدأ نأتي بالحصى. حصى يباع، حصى الوديان أو حصى البحر، عنده شكل جميل أو أشكاله متوازية. نجيب باسينة كبيرة كما هكذا كما راك تشوفوا. نأتي بالحصى. الحصى كما هو مبين، هذا حصى الوديان أو حصى البحر، به أشكال عديدة. يمكننا أن نختار، يمكننا أن نجمعه أو يمكننا شراؤه. نضع الحصى في الوعاء مع بعض من الرمل لكي يعطينا منظر الشاطئ. نقوم بوضعه عشوائيا. نمزج الإيبوكسي الأ والبي الريزين مع المصلب مع الديسيسور، ثم نقوم بسكبه فوق الطاولة هكذا في المنتصف. اثنان لتر كافية. ثم نأتي بولاعة، نقوم بإفراغه من الهواء عن طريق النار هكذا بالتمرير. هكذا نقوم بالتمرير حتى يفرغ من الهواء، ونرى فقاعات الهواء تتبخر هكذا. ثم نتركه لمدة ساعة ليجف. بعد الجفاف لا نتركه يجف 100%، 80% فقط لكي ننزعه من الوعاء. هنا توجد ملاحظة فقط، قبل سكبه في هذا الوعاء يجب عزل الوعاء جيدا بمادة الفازلين أو الصابون أو أي مادة عازلة أو شمع أمريكي. نقوم بالنزع كما هو مبين. نقوم بنزعها بسكين حادة، ثم نقوم بقلب الوعاء، وهذه هي النتيجة النهائية. طاولة رائعة، يمكننا عملها في 10 دقائق فقط، ونتيجة رائعة. يمكننا وضعها فوق أعمدة الطاولة، وهذه هي النتيجة النهائية. بالنسبة لأرجل الطاولة يمكننا عملها عند النجار بتكلفة رخيصة. نعمل الأرجل فقط، والطاولة نعملها في البيت. هذا كان درس اليوم، أرجو أن ينال إعجابكم بالنسبة لمادة الإيبوكسي. وفي درس قادم إن شاء الله مع مادة الريزين نكمل دورة الإيبوكسي والريزين. هذا كان إيبوكسي، والدرس القادم إن شاء الله بإذن الله سأعمل بمادة الريزين، أقل سعر من الإيبوكسي وجودة تضاهي جودة الإيبوكسي، وسعر أقل ب3 مرات أو 4 مرات، لأننا كما نعلم أن سعر الإيبوكسي أقل من سعر البوليستر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وما تنسوش الإعجاب بهذا الفيديو، واللي مشتركش يشترك معنا، أهلا وسهلا بكم. رانا 1000 عضو في مجموعة بروجكت دي زاد، وأرجو أن تشاركونا في مجموعتنا بروجكت دي زاد والصفحة الرسمية لنا بروجكت دي زاد، نتناقش فيها كل المواضيع بالنسبة لما يخص الريزين وسيليكون رابر وقوالب الجبس والدهانات العصرية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.